لبيك لا شريك لك. التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، المنسك الأهم بين مناسك الحج، بل هو الحج الأكبر. فيه يجتمع زوار بيت الله الحرام على ذات الصعيد في بقعة صغيرة الحجم كبيرة القداسة، ملبين ربهم ومسبحين، مستغفرين لذنبهم وفي عفو الكريم طامعين، في تجمع مليوني هو الأكبر للمسلمين. يوم عرفة يوم فيصلي في حياة المسلم والمسلمة. يوم عرفة يوم عظيم، وهو من ضمن تلك الأيام التي أقسم الله عز وجل بها، والفجر وليال عشر. وهذا اليوم من عظمته أتم الله عز وجل به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما يميز هذا اليوم أن الله سبحانه جل وعلا يغفر فيه الذنوب ويعتق الرقاب من النار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، بل أن الله سبحانه جل وعلا يباهي بهؤلاء الذين وفدوا إلى الله عز وجل الملائكة. لشرف هذا اليوم العظيم لم يجعل الله العطية للحاج فقط، بل شمل كل المسلمين. فصوم يوم عرفة لغير الحاج له فضائل كثيرة ومحاسن جمة. أما فضل الصيام في هذا اليوم، فعندنا الأحاديث العامة عن فضل الصيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. أما صوم هذا اليوم لغير الحج، فثبت في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم عرفة أو صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فعلى الإنسان أن يستغل هذا اليوم في التقرب إلى الله عز وجل بالصيام. إذا ذكر يوم عرفة فقد ذكر أفضل الأيام وأبركها، وليس ثمة يوم طلعت فيه الشمس أو غربت هو خير من يوم عرفة، لأنه يوم تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات.